السلام عليكم اخوان في قناتكم مول بيولوجي. الو قبل ما نبداو ما تنساوش دوزو الانستغرام، نخلي لكم ليه اسفل الفيديو يعني باش تتابعوا ملخصات ديال الدروس، نحطهم لكم تما كاين، كذلك باش تتابعوا اللايفات واخر الشروحات. الو في هذا الفيديو غادي نحاول يعني نشرح لكم الانزيمولوجي ونبسطها لكم باش تفهموها مزيان. فوالا، والهدف ديالي ما نطولش عليكم، نعطيكم داكشي اللي غادي نخدموا به بور ليكزامان. الو غادي نبداو اول حاجه لي فوا دو ميتابوليك. شنو هي ميتابوليزم؟ ديغراداسيون دو سيبستراك دون برودوي، يعني السيبستراك واحد السيبستراك درنا ليه ديغراداسيون هرسناه عطينا واحد برودوي. هاد البرودوي لوغسك سيت برودوي ليبيغ لينيرجي، دونك غادي نقولو فوا كاتابوليك، يعني فاش هاد البرودوي كيليبيرينا واحد لينيرجي، هاد البرودوي واش غادي يعطينا واحد الانيرجي باش نقدرو نتحركو ونديرو بزاف الحوايج، غادي تسمى لينا فوا كاتابوليك. متافقين؟ فوا كاتابوليك، فوالا فوا كاتابوليك، يعني طراينا الكونسوماسيون ديال هاد موليكيول كومبلكس لي هي انزيم سيبسترا تعطينا واحد الانيرجي. فوالا تليبي لينا واحد الانيرجي. فاش هاد البرودوي كي كونسوم لينيرجي، فاش غادي يستهلك لينا لينيرجي، يعني باغ كونت هاد البرودوي فاش غادي يستهلك لينا لينيرجي، يعني غادي نهضرو على الفوا انابوليك، يعني هذا هو الفوا انابوليك. هاد الفوا انابوليك يعني كي تو سامبلومون قلنا كيدير لينا الكونسوماسيون ديال لينيرجي باش يعطينا واحد موليكيول كومبلكس. دونك الفوا كاتابوليك كيطرا لينا فيه ليبيغاسيون ديال الانيرجي، فوا انابوليك طرا لينا فيه كونسوماسيون دو لينيرجي. لو برودوي اي بوسيبل جو رول دو سيبسترا، دونك البرودوي يقدر يلعب لينا الدور ديال السيبسترا، هادي باينه. فوالا باغ اكزومبل عندك واحد واحد سيبسترا ا نسميوها ا باغ واحد الانزيم، طرات ليها الكاتاليزي باغ واحد الانزيم، عطينا واحد البرودوي بي. فوالا هاد البرودوي بي فاش غادي يجي واحد الانزيم اخر، انزيم اخر غادي يولي يلعب لينا الدور ديال السيبسترا، فوالا وغيعطينا واحد البرودوي اخر سميتو سي. متافقين؟ هاد البرودوي سي تا هو فاش غادي يجي واحد انزيم اخر غيولي يلعب لينا الدور ديال السيبسترا باش يعطينا واحد البرودوي اخر. دونك برودوي جو انكور لو رول دو سيبسترا ان بريزونس دو انزيم. دونك انزيم باغ اكزومبل هذا هو الانزيم، اي هذا هي السيبسترا، كيطرا لينا الفيكساسيون ما بين انزيم والسيبسترا باش كيعطينا واحد برودوي. هادي اون جينيرال، مي لي تري امبورطون لي بغيتكم تعرفوا ان الرياكسيون انزيماتيك. شنو هي الرياكسيون انزيماتيك؟ انزيم لي هو او بلس سيبسترا اس تعطينا واحد لو كومبلكس انزيم سيبسترا، يعني كومبلكس انزيم سيبسترا بار واحد ليتا ريفيرسيبل، يعني ديال كا بلس 1 كونستانس دو فيتيس كا بلس 1 اي كونستانس دو فيتيس كا موان 1، يعني ليتا ريفيرسيبل كتمشي وكترجع. فوالا دونك انزيم بلس سيبسترا كيعطينا واحد لو كومبلكس انزيم سيبسترا، يعني غير الكومبلكس انزيم سيبسترا مازال ما تشكلش لينا البرودوي. هاد لو كومبلكس انزيم سيبسترا بار واحد اوتر كونستانس دو فيتيس كا 2 غيعطينا واحد البرودوي، هنا تشكل لينا البرودوي بوي الانزيم ليبيغاسيون دو لونزيم كيمشي يفيكسي لينا واحد البرودوي اخر باش يعطينا واحد فيكسي لينا واحد سيبسترا اخر باش يعطينا واحد لو برودوي. دونك هاد الرياكسيون انزيماتيك تري امبورطون، تري تري امبورطون، يعني تعرفوها وتحفظوها. دونك شنو هو الانزيم؟ انزيم هو واحد الماكرو موليكول، يعني واحد الماكرو موليكول سي تادير عنده واحد طاي غون طاي، عنده واحد غون طاي فوالا دو ناتور بروتيك، عنده واحد لا ناتور بروتيك فوالا ناتور بروتيك غلوبولير ستريكسيو، عنده 3 دي. دونك مهم تعرف شنو هو الانزيم. انزيم واش غادي نقرا انا على انزيم وما عارفش شنو هو الانزيم، دونك تري امبورطون تعرف الانزيم. دونك الانزيم هو واحد الماكرو موليكول، يعني عنده واحد غون طاي
لا طاي ديالو كبيره بزاف فوالا لا ناتور ديالو بروتيك يعني البروتيين ستريكسيور ديالو 3 دي نقدر تشوفوه من جميع الجوانب هذا هو الانزيم منين كيجينا هذا الانزيم هذا التوا كيسيون خصك طرحي الانزيم برودوي بار لي سيلول فيفون كيجينا كناخذوهم من السيلول فيفون بحال شي سيلول فيفون بحال العين هذوك بحال لي بور يعني هذوك المسام يعني هذاك العرق يعني كنفي لي زونزيم كذلك الانزيم كنجيبوهم من البكتيري البكتيري كنجبدو منهم لي زونزيم مثلا بكتيريا ايشيرشيا كولي بوسيد 5000 انزيم ديفيرون طافقين الكيسيون اللي بغيت كنطرح شنو هو لو رول دو لانزيم شنو هو لو رول دو لانزيم شنو هو الدور ديال هاد لانزيم انزيم كاتاليزي سيتادير اكسيليري لا فيتيس انيسيال دون رياكسيون يعني لانزيم كي اكسيليري لينا الفيتيس انيسيال دو لا رياكسيون يعني السرعه البدئيه ديال التفاعل كيزيد لينا في السرعه البدئيه ديال التفاعل مثلا يعني كيدوبل لينا السرعه البدئيه ديال التفاعل الا كانت مثلا السرعه البدئيه ديال التفاعل فيتيس انيسيال ديال التفاعل فوا 10 اس 6 غيدوبلها لينا تولي فوا 10 اس 12 متفقين ولا لا يعني هاد الانزيم يعني هاد هذا هو الغول ديال الانزيم كي كاتاليزي لينا واحد الرياكسيون متفقين ولا لا يعني كي اكسيليري الفيتيس initial de la réaction qui zid lina m sur'a dial tafa'ul hada huwa le rôle dial enzyme comme une définition de substrat donc substrat hiya wahed molécule qui entre dans une réaction pour transformer le en produit grâce à l'enzyme donc substrat hiya wahed molécule li katahawl lina wahed produit grâce à bifadl wahed enzyme طافقين دونك شنو هو البرودوي برودوي هو واحد موليكول كي اباري او كور دو دون رياكسيون انزيماتيك الوغ دابا ملي ولات عندنا واحد الافكار سابقه واحد المعلومات على لانزيم بزاف المعلومات دابا يمكن لينا نعطيو واحد اون ديفينيسيون دو انزيمولوجي ما قلت لكم ايتها موديل تبغى تقراه عطيه واحد ديفينيسيون شنو هو هذا الموديل اللي غادي نقراه شنو الهدف ديال هذا الموديل اللي غادي نقراه فوالا باش تعرف راسك فين حاط رجليك متفقين ولا لا دونك انزيمولوجي ركوفر ليتيد دو تو لي انزيم كي كاتاليز لي رياكسيون دون لا le métabolisme donc هذه هي الانزيمولوجي يعني الانزيمولوجي كتهتم لينا بالدراسه ديال لي زونزيم ماشي ايتها لي زونزيم كي كاتاليز لي رياكسيون دون لو ميتابوليزم شنو كتدرس لينا هاد الانزيم شنو غتدرس لينا فهاد الانزيم غتدرس لينا تو سامبلومون فهاد الانزيم البي اش ديالو الكونسونطراسيون ديالو التمبيراتور ديالو لي فيتيس ديالو السينيتيك اللي غادي نشوفوها من بعد فوالا هذا هو انزيمولوجي شوفوا دابا ابليكاسيون دو لانزيمولوجي لانزيمولوجي فين يمكن لينا نطبقوها دونك لانزيمولوجي يمكن لينا نطبقوها في دياغنوستيك ميديكال في التشخيص الطبي شاك مالادي اليا اون انزيم سبيسيفيك تافقين مثلا ايتها المرض عنده واحد لانزيم سبيسيفيك واحد لانزيم سبيسيفيك مثلا فاش كتمشي عند البيولوجيست باش دير واحد التحليله فالا لقى عندك واحد الانزيم باغ اكزومبل سميتو ترانسميناز الا لقى عندك مرتفع بزاف فتو سامبلومون عندك المرض ديال الهيباتيت فيرال التهاب الكبد الفيروسي سينون الا لقى عندك مثلا واحد المرض لقى عندك واحد التريغليسيريد مثلا طالع بزاف يعني راك تعاني من السمنه تو سامبلومون يعني كيدرس لك الانزيم لا دوز ديال الانزيم كونسونطراسيون ديال الانزيم دونك لي انزيم كيفما قلنا كنجبدوهم من لي باكتيري من لي فيغ من الموازيسيور فوالا من كنجبدو لي انزيم لو سيت اكتيف او سونتر اكتيف دونك الانزيم كيتميز لينا بلو سيت اكتيف أو لنقدر نقوله سنتر أكتيف دونك هي
est une zone fonctionnelle dans l'enzyme. Il y a la zone fonctionnelle qui compte l'enzyme. Donc, je n'ai le rôle de site actif, fixation de substrat qui fixe l'ina substrat. Donc, avec le site actif, le rôle d'yelou qui fixe l'ina le substrat et transformation vers produit qui fixe l'ina le substrat ou qui fixe l'ina le produit. Donc, c'est le rôle du site actif. Dans le site actif, il y a les acides aminés de contact. C'est-à-dire les gènes traités ou le site actif, c'est le cas qui coule les acides aminés de contact. Aide les acides aminés de contact, c'est-à-dire fonctionnels, on les fixe l'ina le substrat, les acides aminés de contact, les qui n'influent le site actif, on les qui fixe l'ina le substrat. Donc les acides aminés de contact, c'est-à-dire fonctionnels, qui assurent la liaison avec le substrat, qui fixe l'ina le substrat. Kedelike, avec le site actif, les acides aminés collaborateurs, responsables, supportent les acides aminés de contact. Il y a un liquide qui supporte les acides aminés de contact, qui domine l'ina, voilà, qui domine. Fonctionnel. Si on enlève activité, il y a des acides aminés collaborateurs, l'enzyme va dire fragile, daïf. Les acides aminés collaborateurs, très important, mohimine. Qui n'est les acides aminés, croyant fait le site actif non collaborateur, il y a un tchi effet, ou chan haïdo, on va être l'enzyme, même identique, même l'effet, il y a l'enzyme, va dire il y a des acides aminés non collaborateurs, c'est très important pour le site actif. On a un site actif, on a un site actif qui fixe l'ina le substrat. Tafrin. Spécificité de la catalyse enzymatique. On a une spécificité de la catalyse enzymatique, c'est-à-dire la forme de l'aide avec le site actif. Voilà, donc il y a une spécificité large, il y a avec l'enzyme. Donc l'enzyme a besoin de sites actifs, qui est connu besoin de sites actifs. Donc il peut fixer besoin de le substrat. Donc il y a la spécificité large, s'étendre à plusieurs substrats. Qui a une spécificité étroite, l'enzyme qui a un seul site actif se forme la bouche, qui fixe un seul substrat, qui a un seul produit. Donc spécificité étroite. Un seul site actif qui connaît un site actif ouais, étroit. Alors, comme je vous le dis, il y a eu un peu de vidéo, il y a eu un peu de vidéo. لانه ما بقاش بزاف ونكمل معكم لي كاركتير دو لونزيم. شنو هما لي كاركتير دو لونزيم؟ الصفات ديال الانزيم تري امبورطون تعرفوها, ماشي كي تحط في كل سي ام تري امبورطون تعرفوا هذا الشيء. فوالا علاش كنعطيكم لي ديفينيسيون هذا الشيء, لانه كي تحط في لو سي ام تري امبورطون تعرفوهم. دونك لي كاركتير دو لونزيم, انه اكسيليري لا فيتيس انيسيال دو لا رياكسيون, كيزيد لينا السرعه ديال التفاعل هذه شفناها. La réaction il faut catalyser par l'enzyme non biologique, sinon on a l'enzyme chimique qui peut catalyser la réaction. L'enzyme qui utilise une équivalence constante, c'est-à-dire qu'elle sera constante, débita. Même si on a un substrat A par K plus 1 ou K moins 1, on a un produit B. Donc, le cas équivalent, il y a concentration de l'aide B, de l'aide produit, et la concentration de l'aide A, de l'aide substrat. Il y a K plus 1 et K moins 1. K plus 1 et K moins 1, il y a 1000. Voilà, K plus 1, il y a 10 à 4 secondes moins 1. K moins 1, 10 à 4 secondes moins 1. Donc, dis-moi que c'est 1000, le cas équivalent. T'as ne sont pas consommés dans la réaction. L'enzyme ne sont pas consommés dans la réaction. Agissent à faible concentration. Il y a qui endouhet l'effet faible concentration. Tafrein ou l'illa. Les enzymes ne sont pas structure rigide. Mais endouhet la structure rigide. On connaît 10 l'enzyme.
كنعرفوا حاليا 10,000 لونزيم ديفيرون. فوالا 600 لونزيم منهم 600 لونزيم دو ريستريكسيون كنستعملوهم في القطع ديال الدي ان شي فوالا في البي سي ار. من بعد تشوفوا هادشي في البيولوجي موليكولير فوالا. دونك لي تيب دو رياكسيون كاتاليتيك très important تعرفوا لي تيب دو رياكسيون كاتاليتيك. كاين عندك رياكسيون دو ترانسفير يعني كيطرا لينا ترانسفورماسيون, رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون يعني كي فقدان ديال الاش بلس ولا اكتساب اش بلس, الهيدروليز يعني كنهرسوا هذوك ليزون ديال الهيدروجين, سينتيز رياكسيون دو سينتيز رياكسيون دو ايزوميريزاسيون فوالا. هيموغلوبين شنو هو الهيموغلوبين؟ هيموغلوبين متفقين 25 اون دو روشيرش, 25 عام دو روشيرش كيبحثوا باش لقاو لينا هاد الهيموغلوبين متفقين, لان واحد البروتيين هو واحد البروتيين غلوبولير دو سونغ يعني كيدير لينا ترونسبور ديال الاو دو فلو سونغ, كينقل لينا الاو دو فلو سونغ في الدم. هادي كوم انفورماسيون زيدوها فوالا تريز امبورطون. لي فاكتور دو لا ديناتوراسيون يعني ديناتوراسيون لي فاكتور اللي كيديو لينا ديناتوراسيون ديال الانزيم, يعني الانزيم يقدر يتشونجا يعني يتبدل يعني يتغير, طرا ليه واحد الميوتاسيون يعني يتبدل فوالا. شنو هما هاد لي فاكتور؟ بي اش, بي اش الا كانت عندنا بلو اسيد, بي اش ترو اسيد اولا ترو تخو الكالين, إلا كانت pH تخي أسيد ولا تخي الكالين دونك ميليو تخي كونسنتري. دونك دي ناتوراسيون كيف ما كنعرفو الانزيم ان pH ايزوهيليكتريك سبيسيفيك لورسك دون الميليو بازيك فوالا اولا او دون ميليو أسيد يعني pH اي صغر من صغيرة دونك انزيم موديفي ديناتوري. كيف ما كنعرفو ان انزيم عنده واحد بي اش ايزو الكتريك لقينا هادشي في الاس 3 جلوشيمي ستريكتوريل, هذاك الانزيم الا شديناه حطيناه عنده واحد بي اش ايزو الكتريك, الا شديناه حطيناه في واحد الميليو بلي اسيد ولا في واحد ميليو بلي بازيك, هذاك الانزيم غادي طرا ليه ديناتوراسيون, طرا ليه واحد شونجمون غادي تبدل. متفقين؟ هادشي اللي بغاو نقولو. بغيتكم تعرفوا هو الكو انزيم. كو انزيم دو نومبروز انزيم اون بيزوين بور فونكسيوني دو لا بريزونس دوتر موليكول نون بروتيك بلي بيتي. دونك شنو هو هاد الكو انزيم؟ هنا كاينين واحد لي زونزيم, واحد لي زونزيم شنو حنا قلنا لي زونزيم؟ انزيم ناتور ديالو بروتيك. دونك كاين واحد لي زونزيم ما يقدروش يخدموا, ما يقدروش يخدموا, يقولك والله الا خدمت ما يخدمش لك حتى تجيب لي الكوانزيم, يقولك ما نخدمش حتى يكون الكوانزيم هذا باش كيخدم. متفقين؟ بحال لك دير لي ليسانس, بحال لك دير لي المازور باش يخدم, هذاك المازور ديال هذاك الانزيم باش يخدم هو الكوانزيم. كوانزيم ناتور ديالو نون بروتيك و الانزيم ناتور ديالو بروتيك, دونك باش هذاك الانزيم يخدم كنديروا ليه المازوت, كنجيبوا واحد لي كوانزيم باش كيخدم لينا هذاك الانزيم ويعود فونكسيوني. دونك هذا كان الانزيم. دونك الانزيم قلنا في واحد لا ناتور بروتيك اللي ناتور بروتيك اللي كنسميوها اوبو انزيم, وفي واحد لا ناتور نون بروتيك اللي هو كو انزيم, واحد بيتيت موليكول هي هو اللي كيخدم لينا الانزيم, هو المازوت ديال الانزيم باش كيخدم. كو انزيم ناتور ديالو نون بروتيك, دونك اوبو انزيم ناتور ديالو بروتيك بلس كو انزيم ناتور ديالو نون بروتيك كيعطينا واحد الانزيم كومبليت اللي كنسميوه اولو انزيم. بحالاش هاد لي كو انزيم؟ كاينين عندنا بزاف ديال الكو انزيم, بزاف الانواع ديال لي مازوت, بزاف الانواع ديال المازوت اللي كنستعملوهم, يعني بزاف الانواع ديال الكو انزيم اللي كنستعملوهم باش يقدروا يخدموا لينا داك الانزيم. كاين كو انزيم اوكسيدو ريدكسيون يعني ان ا دي بلس ان ا دي اش بلس اف ا دي بلس اف ا دي اش اش بلس, الكو انزيم دو ترانسفير دو جروب بحال ATP ادينوزين تريفوسفات ادينين دي فوسفات
AMP. Voilà. هادو هما لي كوانزيم. الوغ باش ما نطولش عليكم غادي نوقفوا الفيديو هنا باش في الفيديو الثاني نهضروا على شابتر تري امبورطون اللي هي لا سينيتيك انزيماتيك تري امبورطون دونك سو نقول لكم السلام عليكم وتهلاو.